بعد هذه المباراة المهمة وفي هذا العرس الكروي، كانت كاميرا ملعب الشرقية حاضرة لرصد ردة فعل الجانبين، الجانب العراقي والجانب السوري، فدعونا نتابع. فرحتنا كبيرة بوجود الجمهور الكبير، فرحتنا كبيرة باستقبال الجمهور الكبير والرائع، يعني فعلا استقبلونا استقبال أكثر من رائع. مبروك للعراق، مبروك عودة العراق إلى بغداد وإلى الحصر هذا اللي الاتحاد الدولي طبعا يعني كان جائر فيه. الحمد لله هلأ منتخب العراق والفرق العراقية ستلعب في بغداد إن شاء الله. هل أنتم راضين اليوم على أداء منتخبكم؟ أداء منتخبنا كان أكثر من رائع، راضين كل رضا جهاز فني كجهاز فني على المنتخب. طبعا يعني فريقنا قدم مباراة كبيرة كتير مع الفريق العراقي، وهاردك لفريقنا لمنتخبنا ومبروك للعراق، بيستاهل كمان العراق. الحمد لله منتخب العراق، الاجواء الحمد لله مناسبه تقريبا. نحن بنوجه رساله يعني بهي المباراه الكرنفاليه للفيفا تقريبا، انه ما هو شرط يرفع الاداء بس الحصر على المباريات الوديه، نحن نتمنى يرفع الحصر على منتخب العراق على المباريات الدوليه ان شاء الله، خاصه ملعب بغداد. يعني هي رساله للعالم يشوف الجماهير هي جايه تشجع منتخبها. الحمد لله رب العالمين، انا من كل قلبي بتمنى كل التوفيق لمنتخب العراق. يعني انت قلت عرس، شو بدنا احلى من هيك؟ اي لاعب كره قدم بيحلم يلعب بهالاجواء، يعني الملعب مثل ما بيقولوا بالعراقي مقبط على الاخر. يعني هيدا شعور كثير حلو. اليوم اول ما دخلنا على الملعب شفنا الجمهور، شفنا التشجيع، عم يشجع سوريا، عم يشجع منتخب سوريا. يعني جمهور كثير بتحلى بالاخلاق الرياضيه. المباراه كانت نديه كثير، كانت يعني اللعبه مفتوحه على جميع الاحتمالات. شفت انت يعني تعادل بعدين 2-1. المهم اهم شيء نطلع الجمهور رضيان على الفريقين. Duševni sam sa navijačima. Ostali smo i malo duži, mada smo pobedili. Mislim da je bila teška utakmica, vidjelo se umor od utakmice sa Kinom u Kini. يقول احنا شفنا الجمهور انبهرنا بكثرته، بس بالاضافه لذلك احنا المباراه صح تاخرنا ما حققنا الفوز، لانه اللواعب جدا مرهقين من مباراه الصين. فهذا اللي سبب انه والحمد لله تفوقنا على سوريا. طيب هل سنشهد تغييرات جذريه على المنتخب بعد هذه المباراه؟ دال شفت فيليكا برومينز او بوست او تاك ميت سنه تي نيفر ما نعتقد انه يصير تغييرات اكيد. احنا فرحانين انه نلعب بين جماهيرنا. مبروك الفوز، نتيجه كانت اول مباراه، الحمد لله والشكر. ان شاء الله الاتحاد الاسيوي والفيفا يشوفون الاستضافه الحلوه اللي كانت موجوده، وان شاء الله القادم يكون احسن. اليوم انا بصراحه اثنين يجب ان نشكرهم، إدارة ملعب الشعب صراحة اليوم اللي يعني نظموا بشكل كبير، وهذا شيء مفرح بالنسبة لنا. أيضا الجمهور العراقي الحاضر، هذا الجمهور اللي يعني حفزنا بشكل كبير. أنا واحد من الناس يعني صح لعبت شوط واحد، كنت أتمنى أنه ألعب شوطين، لكن بالتالي يعني يجب أنه كان بديل يلعب. أعتقد اليوم قدمنا شيء جميل ورسالة لكل من يمنع العراق أن يلعب في بلده، أنه العراق لا يزال بخير وجمهوره جمهوره مثقف. وإذا أكو دلالة فالدلالة لما نعزف النشيدين وهدوء الجماهير، هذا يدل على حسن اخلاق الجمهور العراقي. لذلك هذه رسائل كثيره اليوم ارسلناها، انه العراق يستحق ان يلعب في ملعب. دكتور، هو بالفعل عرس كروي في بغداد وفي العراق، الكل كان فرح بهذه المناسبه، وهي بالتاكيد مناسبه عزيزه على قلوب الوسط الرياضي العراقي. وحتى لا يقال عنا بان احنا نبحث في السلبيات فقط، دعونا نركز اولا على ايجابيات اقامه هذا الحدث. بالمجمل العام نستطيع ان نقول بان هذا استضافه هذه المباراه كانت ناجحه، يعني خرجت إلى بر الأمان، الأساسيات كانت موجودة بشكل أو بآخر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار بأن بغداد وإدارة ملعب الشعب تفتقر إلى الخبرة في استضافة المباريات، خاصة بعد انقطاع لفترة طويلة. ونقل هذه المباراة من أربيل إلى بغداد في وقت قصير لم يعطي الوقت الكافي للمسؤولين للتحضير لهذا التنظيم، ومع ذلك ظهر بصورة مقبولة وجيدة للجمهور، وهذا شيء إيجابي. الحقيقة أني قبل المباراة كنت في بغداد، يعني وكنت باتحاد كرة القدم، وكنت أتكلم ويا الأخ طارق أحمد أمين سر الاتحاد. كان مسوي خلية تماما، يعني خلايا نحل وكأنه للتهيئة للمباراة. كان يوم اثنين ثاني يوم المباراة، وكان يعني الشاغل كيف يهيئون الأمور الجيدة للفريق السوري، كيف يهيئون الدخول للملعب وخروجه، الأمان الملعب. حقيقة كان يعني شيء جميل جدا، وأنا أصور نجحوا به حقيقة. يعني الفريق العراقي نجح، أقول الاتحاد العراقي نجح في هذه المباراة، وقدم لنا في الشيء جديد جدا، يعني للناس اللي تريد تتكلم على انه ماكو امان وموجوده يعني بطريقه عشوائيه دخول الملعب او خروجه. لا بالعكس، كانت يعني
حقيقة يعني الجمهور، شوف الجمهور يعني حوالي أكثر من 50,000 متبرج، هو الملعب استيعابه مو أكثر من 40، وبالتالي يعني معناته خروجه ودخوله. الفريق السوري كان حقيقة متحفز مع الجمهور، وكان يفكر أنه وكأنه بين جمهوره، لأن تجيع له كان مناسب أيضا. أنا أتصور هذا، أشوف الجمهور مالنا جمهور يعني. طبعا دكتور يعني أنت يحب يشوف مباريات لا حقيقة. شك لا شك في بغداد هذا أمر عزيز على قلب المشاهد العراقي الرياضي العراقي. أنت هذه الصور التي تشاهدها الآن هي خاصة لكاميرا ملعب الشرقية، ويعني أمانة الحقيقة للحق أن يعني هذه الصور ظهرت بمستوى أفضل من النقل التلفزيوني صحيح. الرسمي الذي صحيح. نقل المباراة للأسف الشديد، وهذه أيضا من المآخذ التي تؤخذ على تنظيم هذه المباراة. من ضمن الأمور التي يحسب لها حساب عند تنظيم حدث مهم مثل هذه المباراة هو أن يتم ضمان نقل تلفزيوني على مستوى لائق. أشرت إلى نقطة الحضور الجماهيري الغفير، أن تكون سعة الملعب 40 ويدخل 50 أو 60 صحيح. هذا يؤشر إلى أن العملية لم تكن منظمة بشكل صحيح، كان هناك تكدس بكل ما تعنيه الكلمة. نشاهد الجمهور، جمهور عزيز وبيوده أن يحضر المباراة صحيح. لا شك، لكن هذا التكدس غير صحيح، قد يؤخذ صحيح. بشكل سلبي على قدرة العراق على تنظيم المباريات الرسمية. لا ننسى طبعا الحدث الأبرز وهو انقطاع التيار الكهربائي، وهذه يعني ظاهرة سلبية متكررة مع الأسف عندما نستضيف المباريات الرسمية. يعني هناك أيضا ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتصحيح هذه الاستضافات وجعلها أفضل في المرات السابقة المقبلة. سفيان، هي كل حدث بجوانب سلبية وبجوانب إيجابية، ولهذا بدأنا بالإيجابيات نحن. صحيح. إحنا نتكلم أول شيء على الحدث أنه إيجابي بالنسبة للجمهور، بالنسبة للإعلام يعني إيجابي كان. لا شك. لكن طبعا احنا في شيء طبيعي، احنا عده مرات وصل الجمهور يقعد على المجال مال الركض، صح ولا لا؟ الملعب ما يستوعب الا الجمهور اللي عندنا، خصوصا بالمباريات الدوليه. يعني انا ذكر مباراه اللي كنا نلعبها، انا كنت مدرب منتخب، ما كنت اشوف المباراه لانه كان الجمهور قاعد امامي بالضبط. وبالتالي يجب ان يكون هناك عده ملاعب في بغداد، خصوصا في بغداد، وبسعه كبيره، بسعه اكبر على يعني ملعب الشعب اللي هو المفترض الملعب الرئيسي يجب ان يكون 60-70 مثل ما تفضلت بالضبط. وبالتالي انا اتصور يعني هاي نحتاج وقت. تعرف انت انا فترة صار حوالي 10 سنوات ما موجود مباراة في بغداد، وبالتالي من الصعوبة جدا أنه تقدم هيك مباراة بدون سلبيات، يجب وفي وقت قصير. صح. لربما هذا ما يجعل البعض يرشح بأن الأفضل كان أن تقام المباراة في أربيل وترك المباراة المقبلة لأن تقام في بغداد بتنظيم أفضل. لا أنا أشوف لا، نبدي بها أحسن، نبدي في بغداد أحسن. لكن أنا قلت يعني ليش بدوها المغرب؟ كان يبدوها مثلا الساعة 4 بدون وجود تيار كهربائي وانقطاع تيار كهرباء، صح ولا لا؟ لو بادين من وقت افضل يعني حقيقه احسن ما يبدو يتاخرون والانوار مال الملعب وتنقطع الانوار. على كل حقيقه مبروك للجمهور، مبروك للفريق، مبروك اتحاد كره القدم، وجاي جدا انه اقاموا هيك مباراه. وان شاء الله ان شاء الله التوفيق لكل المسؤولين عن الاستضافات الرياضيه في المناسبه المقبله لنظهر بصوره افضل وتظهر الرياضه العراقيه بصوره افضل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نستعرض الآن مشاركاتكم التي شاركتمونا بها عبر صفحات الفيسبوك وتويتر حول المواضيع المطروحة في هذه الحلقة. لدينا مشاركة من علي الموسوي يقول: أحب أمسي على الدكتور جمال ونأخذ رأيه في الآلية الأفضل للفصل بين المنتخب الشبابي والمنتخب الوطني، خاصة وأن كلاهما يعتمد على نفس اللاعبين. كيف ترى صعب جداً آلية الفصل؟ صعب جدا بالوقت الحاضر، يعني لازم نرجع اللاعبين. وأنا طبعا أنا قلت سابقا أنه يجب الأولوية أن تكون المنتخب الأول، المنتخب الوطني هو الأولوية لأنه آسيا عندك وعندك كأس العالم يعني. لا شك لا شك، لكن ماذا عن المنتخب الشباب وهو مقبل على محفل مهم الا وهو كاس العالم؟ 100% هو ترى منتخب الشباب وصل كاس العالم، وبالتالي يجب يكون الاولويه له. لكن بالوقت الحاضر احنا عندنا المنتخب الوطني هو الاولويه. مهمه صعبه للمدربين حكيم شاكر وفلاديمير بيتروفيتش في ايجاد قائمتين منفصلتين تناسب طموح كل مدرب وكل منتخب. صعب جدا، لانه تقريبا حوالي 9 إلى 10 لاعبين فريق الشباب للفريق الاول، واشهر قليله هي من تفصل المناسبات الرسميه. مشاركة أخرى من عمر العراب السمراء يقول: تحية وسلام للدكتور جمال صالح
وسؤالي لماذا لا يتم الاعتماد على خبراء أو لجنة خبراء مع المنتخبات الوطنية كمستشارين للمدرب مثل ما حدث طبعا مع الدكتور حارس محمد في كأس الخليج؟ وما رأيك الدكتور في أن يكون الدوري في الموسم المقبل من 16 فريق فقط؟ هو أتصور الآن هو عندنا كم فريق؟ عندنا 20 فريق 18 فريق هو راح يروح فريق يصعد ويصعد فريق. من الصعوبة جدا لأنه ننسى أن قبل موسمين كان 36 فريق يعني قلصوها وتعرفت مشاكل كثيرة جدا والاتحاد عانى منها حقيقة يعني. نعم. وبالتالي أنا أتصور هو بالفعل هو 16 فريق جيد جدا يكفينا، لكن تعرفت التزامات الأندية والاتحادات والمحافظات عندها جمهور وعندها أندية بالتالي تريد على الأقل أنه تعمل شيء. أنا أتصور من الصعوبة جدا بالوقت الحاضر، ممكن بعد سنتين ثلاثة ممكن نعمل هذا الشيء. علي العراقي أيضا يشاركنا برد طويل يتناول الملاحظات التي أخذت على نقل أو استضافة العراق للمباراة والنقل التلفزيوني والملاحظات السلبية التي رافقت عملية الاستضافة، ويقترح أن تكون هناك استعانة بلاعبي الخبرة في المنتخبات الوطنية. زياد حسن يقول نشكركم على هذا البرنامج المميز ونتمنى تطوير الكرة العراقية، وسلامي إلى الدكتور جمال صالح، ومطالبة بأن تكون هناك دعم أكبر للمباريات أو للقضايا الرياضية العراقية. طبعا مشاهدينا الكرام يمكنكم من خلال صفحاتنا أن تشاركونا بكل آرائكم حول مواضيع الحلقة أو حتى أي مواضيع رياضية تتناول الرياضة العراقية خلال الأسبوع من خلال صفحاتنا في فيسبوك وتويتر على العناوين الظاهرة أمامكم. دكتور جمال صالح وصلنا للختام، ونكرر لك الشكر الجزيل على التواجد معنا في البرنامج. تسلم. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملعب الشرقية. تقبلوا تحيات طاقم العمل كاملا وزميل المخرج علي البياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سفيان خالد السعدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.